هنا السؤال بخصوص التمثيل والنسب. عدد من القوى السياسية كانت تعترض على أن يكون لقوى الحرية والتغيير تمثيل أكبر في مجلس الوزراء أو الحكومة الانتقالية أو كذلك في المجلس التشريعي. الآن حين يقرر المجلس العسكري عودة التفاوض دون الحديث عن اعتراضات القوى السياسية الأخرى، كيف برأيك سوف تكون المفاوضات القادمة؟ والله اي شكل من اشكال المفاوضات يؤدي الى سيطره الحريه والتغيير على السلطات الانتقاليه سيكون له عواقب قريبه على الشارع. الان قوى الحريه والتغيير من خطابها الاول والبيانات التي اخذتها قامت بعمليه استقطاب حاد في الشارع، وبدا واضح انها لديها نوايا لاختيار السلطه وتمرير الاجنده الخاصه بالاحزاب المقيمه لها بعيدا عن بقيه المكونات السياسيه. وهذا هو ما ولد الحراك الذي كان بالامس من بعض المسائل في الحكومه ومسيره اليوم المزمع قامتها بعد قليل في حدائق القصر الجمهوري من قبل قوى مناصره الشريعه ودوله القانون. هذا الامر تسال عنه الحريه والتغيير، يعني هي التي تسبب في هذه المساله. لكن اظن ان المجلس سيدخل المفاوضات وكانما هو يمثل تلك القوى الرافضه للاتفاق الثنائي وسيعمل على ان تكون السلطه الفعليه بيد المجلس السيادي، ويكون المجلس العسكري هو المسيطر فعليا على المجلس السيادي حتى يبعث بتطمينات لتلك القوى الاخرى. حتى اذا تم الاتفاق بالشكل الذي اعلن عنه في الفتره السابقه، ربما سيعمل المجلس العسكري على اشراك تلك القوى في مستويات الحكم الادنى المعتمديات والمدن والمحليات المستوى التنفيذي يعني. وسيعمل على تطمين تلك القوى التي تخاف على تغيير الدستور بغير شرعيه جماهيريه. أن الدستور لن يتم تغييره في الفتره الانتقاليه الا بعد الانتخابات. هذا هو مصدر مخاوف القوى الاسلاميه جميعا، ان الدستور سيتم تجريده من النفس الديني ونفس الشريعه الاسلاميه. إذا وجدت تطمينات من المجلس العسكري والسلطة الانتقالية بأن هذا الأمر لن يتم في السلطة الانتقالية، فلن يكون هناك إشكال على ما أصدر.